ينضم إلينا الآن محمود السرسك مباشرة. محمود مرحبا بك معنا. أهلا بك وبجميع مشاهديك أخي. كابتن محمود لو تفسر لنا ما الذي يجري تحديدا، هل وصلتكم دعوة ولماذا يصرح النادي بوصولها طالما أنكم تنفون؟ لا قبل ذلك كان النفي لأنها لم تصل فعلا، ولكن قبل قليل تم التهاتف مع السفير الفلسطيني ومع رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم السيد جبريل الرجوب، وأبلغونا بهذه الدعوة الرسمية. هي وصلت بالفعل يعني لمقر الاتحاد. إذن وصلتك دعوة الآن من نادي برشلونة لحضور الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، هل ستذهب إلى هناك أم لا؟ والله أخي أنا في البداية نادي برشلونة نادي عظيم له جماهيره، لا يقتصر فقط على الأسبان ولكن على شريحة واسعة من العالم. هو شرف كبير وانتصار لأسير فلسطيني وانتصار لقضية فلسطين وانتصار لما بدأنا وتوابتنا أنه أسير ورياضي أيضا في نفس الوقت يطلع ليشرح معاناة شعبه، هذا انتصار بحد ذاته. ولكن في ظل وجود الجندي جلعاد شليط في نفس المدرجات فأنا سأرفض هذه الدعوة، وإن كان من الصح أن أواجهه إن أواجه الإعلام في هاي اللحظات وإني أحكي عن قضية شعبنا. ولكن الجندي جلعاد شليط هو الكل يعرف، هو دخل فوق دبابة إسرائيلية لقطاع غزة، هو قتل وهدم منازل، ضرب منشآت رياضية، يتم أطفال، دمر حاجات كتير. كمقارنته في قضيتي فهذا يعني صعب كتير، هذا قاتل وشعاره البندقية وأنا شعار كرة القدم اللي رسالتها المحبة والسلام. لهيك أنا راح أرفض. أنا بعرف أن الدعوة وجهت بعد ضغط شديد على نادي برشلونة ليطلع من المأزق، ولكن إحنا يعني الشعب الفلسطيني ولن يكون شماعة للخروج من المأزق. هل لديك معلومات مؤكدة عن حضور شليط إلى المباراة حتى الآن؟ حتى الآن كل المعلومات حتى من رئيس نادي برشلونة بأنه هو لا غير مدعو، ولكن اللوب الإسرائيلي هو الذي يضخم الأمور. هو اللي أدى قصة صدى كبيرة، هو موجود في أسبانيا اليوم، كان موجود في أمريكا بصور فيلم وثائقي وسينزل إلى أسبانيا، وستصادف في فترة وجوده هي مباراة الكلاسيكو. فهو طلب، هو النادي ما بيعارض، لأنه في الأول وفي الآخر أي إنسان بيجي بيحضر المباراة ما بيمنعه. هو لن يكرم، هو سيقعد بصفته متفرج مثله مثل أي متفرج، ولكن ما هذا بحد ذاته لربما يعكس سلبا على القضية الفلسطينية، ليس على محمود السرسك بالذات بل على القضية الفلسطينية خاصة، وأنه لربما يتلاعب الإعلام الغربي والإعلام الإسرائيلي في دعوة تطبيع، خاصة وأنه لو لاحظنا للدعوة الموجهة في البند الرابع من الدعوة أنه هناك يعني دعوة للمعايشة والسلام بين الشعبين، فهذا يعني بحد ذاته يدل على التطبيع أو يدل على سياسة معينة هي برأس المتخصصين بهذا المجال أو السياسيين. إذن كيف ستبرر عدم حضورك في حال تم دعوة شليط وتأكدت من وجوده وبالتالي لن تحضر لكلاسيكو أنت محمود، كيف ستفسر وكيف سترد الدعوة؟ أخي أنا في الأول وفي الآخر أنا أحترم دعوة برشلونة، ولكن ليس في الوقت الذي يكون فيه جلعة شليط. أنا أعتز بدعوة نادي كبير مثل برشلونة، ولكن ليس بالمباراة نفسها، وإذا كان في المباراة نفسها فأنا لن أتقابل معه ولن أكون معه، لأنه هاي دعوة للتطبيع. أنا إنسان قدمت لوطني، إنسان أسرت من أجل كرة القدم. الأصل أنه الإنسان اللي يكرم في المحافل الرياضية هو الرياضي وليس الجندي، وللتأكيد يعني هو دعوة نادي برشلونة للجندي جلعاد شليط في هذا الوقت بالذات هي إعادة لهيبة الجندي الإسرائيلي التي سلبت بعد اختطاف الجندي جلعاد شليط من فوق دبابة ومن داخل قطاع غزة. لربما هاي الدعوة تكون إعادة الثقة للجندي الذي فقدت منه، أيضا لإعادة ممارسته القتل المبرمج، ممارسة غطرسته وزيادة الفاعلية تجاه أبناء الشعب المظلوم.
في فلسطين. كابتن محمود شكرا لحضورك. شكرا لك كابتن محمود السرسك اللاعب الفلسطيني والأسير المحرر.